السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعددان عشريان نسبيان، حيث أكبر من أو يساوي صفر. أحسب بي إذا علمت أن زائد بي يساوي صفر، أس 4 في بي أس 6 يساوي 2 أس 10. إذا نبحث عن بي. إذا في المعطيات لدينا زائد بي يساوي صفر، لدينا زائد بي يساوي صفر. إذا عددان مجموعهما يساوي صفر، يعني أن أحدهما مقابل الآخر، أي أن إما أحد فيهم يساوي ناقص بي أو بي يساوي ناقص أ. إذا بي يساوي ناقص أ، إذا بي يساوي ناقص أ. قلنا أن في المعطيات لدينا أس 4 في بي أس 6 يساوي 2 أس 10. لدينا أس 4 في بي أس 6 يساوي 2 أس 10، يعني 2 × 2 × 2 10 مرات. إذا نعوض هنا بي بقيمتها، إذا هذه الكتابة تصبح أس 4 في بي أس 6، ولكن بي تساوي ناقص أ، إذا نعوضها بقيمتها فتصبح ناقص أس 6. إذا بي أس 6 تصبح ناقص أس 6. إذا كم يساوي الجودة؟ 2 أس 10. الآن نبسط، أس 4 في لدينا 6 عدد زوجي، إذا ناقص أس 6 يساوي أس 6. إذا ناقص أس 6 هو أس 6، يساوي 2 × 2 أس 10. إذا لدينا نفس الأساس أ، إذا نجمع الأسين، إذا أس 4 في أس 6، إذا نفس الأساس ونجمع الأسين، فأصبح 4 زائد 6 تصبح أس 10. إذا أس 4 في أس 6 تساوي أس 10، تساوي 2 أس 10. هذا يعني ماذا؟ يعني أن يساوي 2، لدينا نفس الأس، إذا فالأساس هو 2. لماذا؟ لأن كما جاء في المعطيات أكبر من أو تساوي صفر. بما أن أكبر من أو تساوي صفر، فإن تساوي 2. إذا تساوي 2، هذا يعني أن بي تساوي ناقص 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.